نشرة التاسعة مساء من القاهرة الإخبارية. التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من عاصمة الخبر. والآن إلى أبرز العناوين. كييف تروج لمبادرة الحبوب من أوكرانيا في قمة دولية للأمن الغذائي. استقالة رئيسة تايوان من رئاسة الحزب الحاكم. والصين تعتبر أن نتائج انتخابات الجزيرة تظهر رغبة الشعب في السلام. عمران خان يلغي مسيرة احتجاجية لأنصاره إلى إسلام أباد في أول ظهور علني له منذ إصابته في هجوم مسلح. والبداية مع تطورات الأزمة الأوكرانية. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى تنفيذ مبادرة بلاده الحبوب من أوكرانيا، والتي تهدف إلى تصدير الحبوب إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف. وخلال قمة دولية في كييف لبحث الأمن الغذائي، قال زيلنسكي إن مبادرة حبوب البحر الأسود تؤكد أهمية الأمن الغذائي العالمي بالنسبة لكييف، مشيرا إلى أن بلاده جمعت نحو 150 مليون دولار من أكثر من 20 دولة ومن الاتحاد الأوروبي لتصدير الحبوب. خطة مبادرتنا الإنسانية الجديدة بسيطة للغاية وشفافة ومهمة للغاية. نخطط لإرسال ما لا يقل عن 60 سفينة من الموانئ الأوكرانية إلى البلدان التي تعاني أكثر من غيرها من أزمة الغذاء وتحتاج إلى مساعدة عاجلة. البلدان هي إثيوبيا والسودان وجنوب السودان والصومال والكونغو وكينيا واليمن وغيرها. لقد حققنا بالفعل نتائج كبيرة من خلال العمل مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، لكن يمكننا فعل المزيد. دعا المستشار الألماني أولاف شولز إلى عدم استخدام الجوع كسلاح في النزاعات. جاء هذا في رسالة مصورة أحيا بها شولز الذكرى 90 للمجاعة الكبرى في أوكرانيا، والتي عرفت بمجاعة هولدمار. وتوجه المستشار الألماني بالرسالة إلى برنامج باسم مبادرة الحبوب من أوكرانيا، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي العالمي. قتلت المجاعة التي وقعت عام 1932 الملايين بعد أن استولى الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين على جميع الحبوب والماشية من المزارع الأوكرانية. وخلال رسالته قال تشولز إن ألمانيا ستزيد من دعمها لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بمبلغ إضافي قدره 15 مليون يورو. اتهم رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراسكي روسيا بالضغط على المدنيين الأوكرانيين بتعمدها استهداف البنية التحتية كوسيلة لكسر أوكرانيا.
قال رئيس الوزراء البولندي في كييف، حيث استضاف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قمة للترويج للحبوب من أوكرانيا لتصدير الحبوب إلى البلدان الأكثر عرضة للمجاعة والجفاف. قال إن روسيا تعمدت استهداف البنية الحيوية خلال الأسابيع الأخيرة، مما تسبب في زيادة معاناة الأوكرانيين. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام بلاده الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. وفي بيان له بمناسبة إحياء كييف الذكرى السنوية لضحايا المجاعة التي ضربت البلاد عام 1932، أشاد بايدن بشجاعة الشعب الأوكراني في مواجهة الاعتداءات الروسية. وتتزامن القمة الدولية في كييف لحفظ الأمن الغذائي مع ذكرى مجاعة هوليودومور. وحدثت المجاعة خلال الحكم السوفيتي وراح ضحيتها الملايين من سكان أوكرانيا. أكدت بلجيكا وبولندا وليتوانيا استمرار دعمهم اللامحدود لأوكرانيا، مؤكدين أن هذا الدعم ثابت على المستويات كافة. وفي الوقت نفسه قالت الأمم المتحدة إنها وشركائها يدعمون أوكرانيا عبر توفير مولدات للمرافق الحيوية. فرادى وجماعات، يتقاطر الدعم الغربي اللامحدود لأوكرانيا في مواجهتها للعمليات العسكرية الروسية التي دخلت شهرها العاشر. اليوم حطت رحال عدد من القادة الغربيين على أرض العاصمة كييف، جاءوا من شرق القارة العجوز وغربها يحملون الدعم السياسي والمادي في آن واحد، معلنين أن الحلفاء الغربيين لن يتخلوا عن أوكرانيا. رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر ديكرو أكد أن بلاده ستدعم أوكرانيا ما دامت هناك حاجة لذلك. وفي تصريحات له عقب محادثاته مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، شدد ديكرو على أن دعم بروكسل لكييف ثابت، مجددا إدانته للحرب الروسية على أوكرانيا. في السياق ذاته، جاء دعم بولندا وليتوانيا خلال زيارة مشتركة التقي فيها رئيس حكومتي البلدين مع نظيرهما الأوكراني في كييف، حيث جددا موقف بلديهما من تعزيز المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية لأوكرانيا، مؤكدين أن أشهر الحرب أثبتت مدى أهمية وحدة الدول الثلاث وأن انتصار روسيا خسارة لأوروبا بأكملها. وعلى الصعيد الأممي، أكدت الأمم المتحدة أنها وشركائها يدعمون أوكرانيا عبر توفير مولدات للمرافق الحيوية، وأشارت إلى أن عددا من المناطق تحتاج لمزيد من الدعم في ضوء تزايد الاحتياجات الإنسانية للشعب الأوكراني. تتزايد البرودة في أوكرانيا بدون كهرباء وبدون إمدادات مياه ثابتة وبدون تدفئة، ونحن وشركاؤنا ندعم السلطات بمولدات للمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس، وقد تم بالفعل تسليم ما يقرب من 400 مولد من قبل وكالات الأمم المتحدة. ألمانيا من جهتها تعهدت بتقديم مزيد من الدعم لتجنب حدوث مجاعة عالمية، وذلك على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا. وعلى لسان مستشارها أولاف شولتز، قررت برلين تخصيص 10 ملايين يورو أخرى لتوصيل الحبوب من أوكرانيا بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، مشددة على ضرورة عدم استخدام الجوع كسلاح في أي نزاع.
عقدت أجهزة الأمم المتحدة جلسات لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للشعب الأوكراني، حيث يعيش الملايين في برد قارس مع توقف مصادر الطاقة وإمدادات المياه. قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يانس ليرك إنه تم تسليم ما يقرب من 400 مولد للمدارس والمستشفيات، مطالبا بحماية البنية التحتية من الأذى، مشيرا إلى أن هناك 15 مقاطعة من مقاطعات أوكرانيا الـ24 تواجه انقطاعا في الكهرباء والمياه، بينما يزداد وضع النزوح سوءا من وجود 7.8 مليون لاجئ أوكراني في جميع أنحاء أوروبا و6.5 مليون نازح داخليا. ولمزيد من المتابعة حول هذا الملف نتوجه إلى الزميلة إيمان الحويزي. إليك أنا. شكرا جزيلا لك خيري وشكرا رغدة. إذن للمزيد من المتابعة والنقاش ينضم إلينا من كييف عبر الهاتف قسطنطين غريدين الباحث في العلاقات الدولية. السيد قسطنطين أهلا بحضرتك. بداية يعني هذه القمة الدولية ما هي مؤشرات نجاحها في رأيك، وهل من آلية تم الاتفاق عليها لتطبيق نقل الحبوب؟ أهلا وسهلا. حقيقة هذه القمة أهميتها هو استمرار الدعم لأوكرانيا من شركائها الغربيين. أما بالنسبة لاتفاق الحبوب فأريد أن أذكر أن اتفاق الحبوب يستمر بين أوكرانيا وبين الأمم المتحدة، بينما تركيا ما زالت جهة مؤمنة لسلامة تصدير الحبوب. فيما يخص موقف روسيا فهو كان يتغير من وقت إلى آخر، وقبل تقريبا 6 أسابيع انسحبت من هذه الاتفاقية وبعد يومين استعادت المشاركة فيها. أما بالنسبة لالتزام أوكرانيا لتصدير الحبوب لدول الشرق الأوسط ودول أفريقيا فهو ما زال ثابتا، والتزام الدول الأوروبية بتوفير كل ما يمكن لدعم هذه الاتفاق أيضا مستمر. لكن هل تم التباحث بشأن الآلية في مسألة النقل لتأمين هذه السفن؟ يعني ما نشر حتى الآن أو ما أعلن عنه 60 سفينة تقريبا ستتجه إلى دول عانت خلال الأشهر الماضية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهناك هذه الدول هي التي ستحصل على هذه الحبوب. هل هناك آلية معينة، دول معينة ستشرف على عملية النقل؟ هذه التفاصيل لم تكشف الأطراف عن تفاصيل هذه الصفقة، ولكن على ما يبدو أنها ستستمر بالآلية التي كانت عليها في الأسابيع الماضية. نعم. بينما تركيا كانت جهة المؤمنة وكانت تصدر هذه الحبوب عن طريق بمساعدة السفن التركية، وهناك نقطة تفتيش في تركيا لتأكيد سلامة التصدير وتأكيد أنه لا توجد هناك أي مواد الممنوعة أو أي أسلحة أو أي نعم. أنتقل إلى نقطة أخرى وهي مسألة الدعم الغربي والأوروبي تحديدا لأوكرانيا في مسألة المولدات ومحاولة مواجهة أزمة الكهرباء والطاقة التي تواجهها أوكرانيا. هل هذا كافي حتى الآن من قبل دول الاتحاد الأوروبي؟ وما الذي تحتاجه أكثر أوكرانيا في هذا الملف تحديدا، الملف الإنساني الخاص بالكهرباء والخاص بالمياه والخاص بالأوضاع الإنسانية؟ أولا الشعب الأوكراني ودولة أوكرانيا تشكر الشركاء الغربيين لتقديم كل ما بوسعها في هذه الظروف، ونحن ندرك أن احتياج أوكرانيا بمولدات هو ربما أكثر بكثير مما يمكن أن تقدمه مثلا الدول الأوروبية يوم الغد أو بعد الغد. لكن في المجال عفوا في المدى البعيد هناك احتياج كبير للدعم الإنساني، وبمعنى هو أسلحة لطرد القوات الروسية من أراضيها.
هذه أهم المساعدة الإنسانية التي تحتاج إليها أوكرانيا، وهي تزيد أكثر تزيد بكثير من احتياج المولدات، لأن المولدات هو هذه إجراءات مؤقتة، وإذا تواصلت روسيا بقصف المنشآت الحيوية ومحطات الطاقة لا مولدات في لا هناك كفاية المولدات في العالم لتلبية احتياجات أوكرانيا بالطاقة. ولكن إذا تركزت الدول الأوروبية والولايات المتحدة على تقديم بأسرع وقت ممكن كل أنواع الأسلحة التي تطلبها أوكرانيا بما فيها أنظمة الدفاع الجوي ومدفعيات متوسط المدى، هذا هو حلول لكل المشاكل التي يعني دعم أكثر في القطاع العسكري والمتعلق بالتسليح. أشكرك جزيل الشكر من كييف، قسطنطين غريدين الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. الآن نعود مرة أخرى إلى خيري ورغدة لاستكمال باقي ملفات النشرة، إليكما. شكرا لك إيمان. انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رئيس بلدية كييف بسبب ما وصفه بسوء أدائه في إنشاء ملاجئ طارئة لمساعدة من يفتقرون للكهرباء والتدفئة، في خلاف علني نادر بين المسؤولين بأوكرانيا. أشار زيلينسكي إلى أن رئيس بلدية كييف ومسؤوليه لم يفعلوا ما يكفي للمساعدة، وأعرب عن أسفه إزاء ضعف أداء السلطات المحلية. أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني كيريل تيموشينكو عودة الكهرباء إلى العمل في منطقة خيرسون. أوضح تيموشينكو إلى أنه سيتم تغذية البنية التحتية بالمدينة أولا، ثم توصيل الإمدادات إلى المستهلكين في المنازل على الفور. عمل رجال الإطفاء على إزالة الأنقاض من موقع الهجوم الصاروخي على مدينة دنيبرو بأوكرانيا، وبحسب رئيس بلدية دنيبرو وبوريس فيلاتوف أطلقت روسيا صواريخ عالية الدقة على مساكن خاصة في المدينة، ونفى الكرملين أن تكون هجماته تستهدف المدنيين، لكنه أكد أن كييف يمكن أن تنهي المعاناة من خلال تلبية مطالب روسيا لحل الأزمة. بعد ضربات جوية روسية مكثفة على البنية التحتية الأوكرانية كانت الأكثر تدميرا حتى الآن، بدأت إمدادات الكهرباء تعود تدريجيا إلى ملايين الأشخاص الذين واجهوا خلال الأيام الماضية بردا وظلاما. السلطات الأوكرانية قالت إنها تمكنت من استعادة الكهرباء بعد أن نجحت في إعادة ربط المحطات النووية الأربع في البلاد، ومن بينها محطة زابوريجيا الأكبر في القارة الأوروبية بشبكة الكهرباء الوطنية. وبالرغم من أن طواقم الإصلاح تعمل على مدار الساعة، فإن شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية أعلنت أنه لا يزال هناك عجز بنسبة تتجاوز 30%، مطالبة المواطنين بترشيد الاستهلاك. الرئيس فلاديمير زيلينسكي وخلال جولة شمال العاصمة كييف أكد أن الشعب الأوكراني سيتغلب على كل التحديات وصولا للانتصار. المهمة الرئيسية لنا الآن هي إعادة إصلاح البنية التحتية للطاقة. خلال الأيام الفائتة نجحنا في تقليل أعداد الذين يعانون جراء انقطاع الكهرباء إلى النصف. معظم الاتصالات مقطوعة في كييف ومناطق أخرى، عدد من تأثروا بذلك نحو 60 مليون شخص. في المقابل تبرز روسيا ضرباتها الصاروخية على البنية التحتية في أوكرانيا وتصفها بالمشروعة لحماية المتحدثين بالروسية في هذه المناطق، وفقا لما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين الذي زاد بقوله إن أوكرانيا دولة مصطنعة مقتطعة من أراضي روسيا. وما بين مواقف موسكو التي ترى أن حكومة كييف قادرة على إنهاء معاناة شعبها بالاستجابة للمطالب الروسية، ومواقف أوكرانيا التي ترى أنه لا سلام ممكنا دون انسحاب روسي كامل من جميع الأراضي التي سيطرت عليها، يعاني العالم جراء هذه الأزمة التي لم تكتفي بمعاناة طرفيها بل امتدت لتضع الجميع على شفا أزمة غذائية، فضلا عن المخاطر النووية
التي تحملها هذه العمليات العسكرية. قالت المفوضية الأوروبية أن اللاجئين الأوكرانيين المنتشرين في جميع أنحاء أوروبا لن يعودوا على الفور إلى وطنهم حتى بعد انتهاء الحرب. وأضافت نائبة رئيسة المفوضية دوبريكا زويكا أنه يجب على الدول المستقلة للاجئين المستقبلة للاجئين الأوكرانيين مثل ألمانيا وبولندا أن تكون مستعدة لبقائهم لديها لسنوات بعد نهاية الحرب. قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إن بعض الدول تقدم مساعدات عسكرية لبلاده سرا رغم إنكارها العلني بالمشاركة في دعم كييف. وبخصوص المفاوضات مع روسيا، أشار كوليبا إلى أنه لا يوجد زعيم دولي يدفع كييف للتفاوض ضد مصالحها، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن. أعلنت أوكرانيا مقاطعة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسبب عدم قدرتها على استبعاد أو تعليق صلاحيات روسيا. قال رئيس وفد البرلمان الأوكراني إلى الجمعية البرلمانية للمنظمة إن المنظمة فشلت في اتخاذ قرار بشأن مصير موسكو، لذلك قرر الوفد مقاطعة العمل حتى يتم إيجاد الحل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق سراح 9 أسرى حرب في إطار عملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا. أفادت وكالات أنباء روسية أن الوزارة أجرت عملية تفاوض أعيد على إثرها جنود روس كانوا يواجهون خطر الموت في الأسر من الأراضي التي تسيطر عليها كييف. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولات هجومية للقوات الأوكرانية على عدة محاور، مؤكدة القضاء على نحو 200 جندي أوكراني. كما أشارت الدفاع الروسية إلى تدمير العديد من المواقع العسكرية الأوكرانية وإسقاط 3 طائرات مسيرة. قال نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوتاكوف إن الهجوم المحتمل على حاويات للوقود المستهلك في محطة زابوريجا قد يحمل نفس تأثير القنبلة القذرة. وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قال إن الدول الغربية تتجاهل ما سماه الابتزاز النووي الذي يمارسه نظام كييف، مشيرا إلى أن موسكو على علم بمحاولات كييف لصنع قنبلة قذرة فضلا عن استعدادها لنشر أسلحة الناتو النووية على أراضيها. قالت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا غالبا ما تقوم بإزالة رؤوس نووية من صواريخ كروز النووية المتقدمة وتطلقها على أوكرانيا. وأوضحت الدفاع البريطاني أن هذه الخطوة توضح مستوى نفاد مخزونات موسكو من الصواريخ طويلة المدى، مضيفة أنه من غير المرجح أن تحقق هذه التصرفات نتائج موثوقة ضد النقاط المستهدفة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جامعة باستن الأمريكية طورت فيروسا يسبب مرض كوفيد، وذلك باعتماد على متغير أوميكرون وفيروس ووهان الأصلية. أشارت وزارة الدفاع في بيان إلى أن الفيروس المعدل تسبب في موت 80% من نماذج الحيوانات التي تم إخضاعها للتجارب. في سياق متصل، اتهمت وزارة الدفاع الروسية جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق بأنه شارك في إعداد وثيقة لإنتاج أسلحة بيولوجية لتحديث الجيش الأمريكي. قال قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كيريلكوف إن بولتون يرى أنه من خلال هذا البرنامج يضمن قيادة وسيطرة الولايات المتحدة على العالم. وإلى الشأن العربي، حيث طالبت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن المسؤولين بالتزام الحياد بمناسبة الانتخابات التشريعية، وذلك احتراما للدستور والقانون الانتخابي. شددت بودن على ضرورة التعامل بكل تجرد ودون تمييز مع كافة المترشحين وعدم الانحياز لأي منهم، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين طيلة فترة الحملات الانتخابية.
هذا وتتواصل في تونس الحملة الانتخابية للمرشحين بالانتخابات البرلمانية المقررة في 17 من الشهر المقبل. يشارك في السباق الانتخابي 1055 مرشحا للمنافسة على 161 مقعدا، بينهم برلمانيون قدامى وسياسيون. تجرى الانتخابات هذه المرة بقانون جديد أقره الرئيس قيس سعيد. سيختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلاً من اختيار القوائم الحزبية. نشرتنا مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. فرنسا أول المتأهلين لدور 16 بكأس العالم بفوزها على الدنمارك. أهلا بكم من جديد. استقالت رئيسة تايوان تساي إينغ وين من رئاسة الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم للبلاد، وذلك بعد النتائج الهزيلة للحزب في الانتخابات المحلية. قالت تساي إينغ إنها تتحمل المسؤولية هذه النتائج فيما أقر الحزب بهزيمته في انتخابات رئاسة بلدية العاصمة تايبيه. هذا وقد تعهد حزب كي إم تي المعارض الذي رسخ علاقاته مع الصين عندما كان في السلطة العمل جاهدا للحفاظ على السلام في المنطقة، وذلك لدى إعلان رئيسة الفوز في الانتخابات المحلية. قالت حكومة الصين إن نتائج الانتخابات المحلية في تايوان كشفت أن التوجه الرئيسي للرأي العام في الجزيرة هو للسلام والاستقرار. قال مكتب شؤون تايوان في الصين في بيان نشرته وكالة الإعلام الرسمية شينهوا إن بكين ستواصل العمل مع شعب تايوان في توطيد علاقات السلام ومعارضة استقلال الجزيرة والتدخل الأجنبي بحزب. أكدت وزارة الدفاع الصينية معارضتها لإقامة أمريكا لعلاقات عسكرية وبيع أسلحة لتايوان. قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن بلاده تنتظر تنفيذ أمريكا لتعهدات رئيسها جو بايدن للرئيس الصيني في لقائهم الأخير على هامش قمة العشرين، والتي تلخصت في عدم دعم أمريكا لاستقلال تايوان، مؤكدا أن أي محاولات تسعى إلى احتواء البر الرئيسي للصين من خلال تسليح تايوان ستفشل. اختبرت الصين محركا صاروخيا قابلا لإعادة استخدام بقوة دفع 130 طنا مطورا محليا في منشأة اختبار بمدينة تشان شمال غرب الصين. تم تطوير المحرك للاستخدام المتكرر على الجيل الجديد من الصواريخ الحاملة في الصين، مدعوما بمواد صديقة للبيئة وتقنيات جديدة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد واللحام التلقائي والتجميع الذكي. يوفر المحرك أداء وثقة عالية. من المتوقع أن يلبي المحرك احتياجات الأنشطة الفضائية الصينية المستقبلية مثل تشغيل المحطة الفضائية والبعثات الفضائية الأخرى. إلى باكستان، حيث قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في أول ظهور علني له منذ إصابته في هجوم مسلح في وقت سابق هذا الشهر أنه سيلغي مسيرته الاحتجاجية الإسلام أباد خشية أن تتسبب في إحداث فوضى في البلاد. وفي كلمة ألقاها خلال تجمع لآلاف المؤيدين في مدينة رويالبندي القريبة من العاصمة، أضاف خان أنه قرر ألا يذهب إلى إسلام أباد لتوقعه حدوث فوضى كبيرة. طلبت الحكومة والمعارضة الفنزويلية من الأمم المتحدة الإفراج عن عدة مليارات من الدولارات محتجزة في بنوك أجنبية لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد. كان ممثلو الحكومة والمعارضة الفنزويلية قد وصلوا المكسيك وعقدوا اتفاقية تفاهم بعد توقف المحادثات بينهما لمدة عام،
وصفت بأنها اتفاق اجتماعي لما تمر به البلاد من أزمات إنسانية كبيرة. أدى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية ثانية. وفي تصريحات له أكد توكاييف أن العلاقات مع روسيا والصين تمثل أولوية لبلاده. كانت اللجنة المركزية للانتخابات في كازاخستان أعلنت فوز توكاييف بفترة ولاية ثانية في الانتخابات المبكرة التي جرت الأسبوع الماضي بنسبة 81% من الأصوات وبمشاركة نحو 70% من الناخبين. تسببت أمطار غزيرة في حدوث انهيار أرضي في جزيرة أسكيا جنوب إيطاليا بخليج نابولي، أدى الانهيار إلى مقتل امرأة وفقدان نحو 12 شخصا فضلا عن تدمير مبان وجرف سيارات. ومع استمرار هطول الأمطار يعمل رجال الإنقاذ بحذر. قال وزير الداخلية من مركز الطوارئ بروما إن الوضع معقد وخطير مع احتمال وجود ضحايا تحت الركام. وإلى أخبارنا الاقتصادية، حيث قال مكتب رئيس أوزبكستان إن شركة موانئ دبي العالمية ستدير المنطقة الاقتصادية الحرة التي تركز على لوجستيات بإقليم نافوي جنوب شرق أوزبكستان. تدير موانئ دبي العالمية منطقة حرة في كازاخستان المجاورة تم إنشاؤها بمركز السكك الحديدية على الحدود مع الصين. رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من مستوى التصنيف نيجاتيف بي بي إلى بي بي مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة تحسن الأداء المالي للدولة. أشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف الائتماني جاء نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء المالي للدولة وتحسن أداء ميزان المدفوعات في إطار الخطة المالية متوسطة المدى للحكومة وارتفاع أسعار النفط. توقعت ستاندرد آند بورز تحسن مركز صافي الأصول لسلطنة عمان في العام المقبل. كما عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لاقتصاد مملكة البحرين من مستقرة إلى إيجابية. وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تعديل النظرة المستقبلية للبحرين جاء بفضل تحسن المسار المالي للمملكة وتوقعات بأن تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية لتقليص عجز الميزانية. أعلن العراق عن اكتشاف حقول جديدة للنفط والغاز بعد استئناف عمليات التنقيب في مواقع جديدة بمحافظة الأنبار غربي البلاد. كانت عمليات التنقيب عن حقول النفط والغاز في المناطق الغربية قد توقفت لمدة 90 يوما على خلفية قيام شركة الاستكشافات النفطية بنقل معداتها من منطقة إلى أخرى. أما في قطر فقد ارتفعت صادرات القطاع الخاص القطري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 24.4% لتبلغ 26 مليار ريال مقابل 20 مليار و900 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. أفاد تقرير لغرفة تجارة وصناعة قطر أن النمو المتصاعد للصادرات يشير إلى التحسن المستمر في أداء القطاع الخاص وعودته القوية لمستويات ما قبل جائحة كورونا.
وتجاوزها. وإلى ألمانيا، حيث انتهج الكثير من المستهلكين استراتيجيات تقشفية لمواجهة التضخم القياسي. أظهر مسح شمل أكثر من 10,000 شخص تخلي نحو 44% من المستهلكين عن المنتجات الترفيهية، واتجاه نحو 31% إلى تقليل زيارات المطاعم. يأتي ذلك في ظل تسجيل التضخم في ألمانيا أعلى مستوى منذ 70 عاما في شهر أكتوبر. ارتفع عدد متسوقي الجمعة البيضاء في جميع أنحاء بريطانيا بنسبة 3.7% في أساس سنوي، وكانت الزيادة بقيادة المتاجر الكائنة في الشوارع الرئيسية، إذ ارتفع الإقبال بسبب التجمعات لمشاهدة مباراة كأس العالم لكرة القدم بنسبة 13.9% في أساس سنوي وفقا لمجموعة لتجارة التجزئة. ولا يزال عدد المتسوقين في يوم الجمعة البيضاء منخفضا 21.3% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا. طلبت الحكومة اليابانية من الأسر والشركات في جميع أنحاء بلادها ترشيد استهلاك الكهرباء هذا الشتاء وسط مخاوف بشأن أزمة الطاقة. وتعتزم الحكومة منح نقاط للأسر التي خفضت للاستهلاك الشهري والكهرباء بنسبة 3% أو أكثر مقارنة بالعام السابق، بالتنسيق مع أنظمة نقاط المكافأة في المرافق. النقص المحتمل للطاقة دفع الشركات والأسر اليابانية إلى اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء بناء على طلب الحكومة. وللمرة الأولى منذ 7 سنوات تحث اليابان مواطنيها على هذه الخطوة، والتي من المفترض أن تستمر خلال الفترة من الأول من ديسمبر وحتى نهاية مارس. وعلى عكس المعتاد في موسم التسوق، اختفت هذا العام المظاهر الصاخبة، حيث أزالت بعض المحال جزءا من معدات الإضاءة، واتجهت الأخرى لتشغيل نصف الأضواء فقط لخفض الفواتير، فضلا عن وضع إرشادات تطالب العاملين بتوفير الطاقة. سنطفئ الأنوار إذا لم يكن مندوب المبيعات في الغرفة، وسنتجنب استخدام مكيف الهواء إذا كانت درجة الحرارة مناسبة. هدفنا تقليص فاتورة الكهرباء هذا العام لأقل من 70% مقارنة بالعام الماضي. ولم يقتصر الأمر على المحال، وإنما امتد إلى المستهلك الذي يضع أولوية ترشيد الكهرباء خلال شرائه أجهزة جديدة بغض النظر عن الأسعار. ووسط مخاوف تلوح في الأفق بشأن نقص الطاقة، قفزت فاتورة الكهرباء في اليابان بشكل كبير، وهوى سعر صرف الين بشكل حاد أمام الدولار، لتواجه اليابان أعلى مستوى تضخم في نحو 40 عاما. كثفت الصين من تدابير تحسين الخدمات اللوجستية وضمان التدفق سلاسل البضائع كجزء من جهودها لتعزيز الاستجابة لظروف جائحة كورونا. أكدت وزارة النقل الصينية التركيز على الغذاء والطاقة والمواد الطبية والمواد الخام لسلاسل الصناعة والإمداد الرئيسية لضمان نقل سلس للمواد الرئيسية. ارتفع حجم التجارة الخارجية للصين بنسبة 5% في أكتوبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل 3.85 تريليون يوان. وحققت الصين فائضا بنحو 408.8 مليار يوان نتيجة تسجيل صادرات السلع 1.92 تريليون يوان، في حين بلغت الواردات 1.51 تريليون يوان. ارتفع الطلب على توربينات الرياح حول العالم إلى مستوى قياسي جديد في الربع الثاني من العام الجاري 2022 بقيادة الصين بدعم أهداف إزالة الكربون. وبفضل القدرة الهائلة في صناعة الصلب ووفرة المعادن الأرضية النادرة وسلسلة التوريدات التنافسية، حققت الشركات الصينية هوامش ربح أعلى بنسبة 14% من متوسط شركات التصنيع للتوربينات العالمية.
تستمر الصين في قيادة نمو طاقة الرياح البحرية حول العالم بفضل شركاتها العملاقة التي تعزز أحجام التوربينات ذات القدرة العالية على توليد الكهرباء. وتعتزم الصين إطلاق وحدة توربينات رياح بحرية عائمة هي الأكبر في العالم بقدرة إنتاجية تصل 16.6% ميجا وات العام القادم. من المتوقع بنهاية عام 2025 العام الأخير من فترة الخطة الخمسية الرابعة عشر إنشاء وحدة توربينات رياح تبلغ سعتها 20 ميجا وات. في المستقبل سنطور وحدات تعمل في أعماق أكبر وأبعد من المياه. سيكون تطوير الوحدات العائمة البحرية هو الاتجاه السائد، وقد تكون أجهزتنا قادرة على العمل على عمق 100 متر تحت الماء. تعد الصين الموطن الأكبر لصناعة طاقة الرياح البحرية في العالم، حيث شكلت البلاد 32% من إجمالي نمو السعة العالمية منذ عام 2010 وحتى عام 2020. ومن المتوقع نمو سعة طاقة الرياح البحرية في الصين إلى 117.8 جيجاوات بحلول عام 2030، ارتفاعا من 26.6 جيجاوات في 2021. وإلى أخبارنا الرياضية، حيث أصبح منتخب فرنسا حامل اللقب أول المتأهلين لدور 16 من مونديال 2022 بعد أن حقق فوزا غاليا على حساب نظيره الدنماركي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لمونديال 2022. سجل هدفي منتخب الديوك اللاعب الموهوب كيليان مبابي، بينما جاء هدف الدنمارك عبر أندرياس كريستنسن. الفوز رفع رصيد فرنسا لست نقاط ليبلغ الدور المقبل كأول المتأهلين في المونديال، بينما توقف رصيد الدنمارك عند نقطة واحدة بالمركز الثالث. وضمن المجموعة ذاتها تكبد منتخب تونس الهزيمة أمام نظيره الأسترالي بهدف دون رد، ويدين المنتخب الأسترالي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ميتشيل دوك الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23. بذلك حصد المنتخب الأسترالي أول 3 نقاط له في النسخة الحالية من البطولة ليحتل المركز الثاني، بينما توقف رصيد تونس عند نقطة واحدة في المركز الأخير. وعقب اللقاء أعرب عدد من الجماهير التونسية التي تابعت اللقاء على أحد المقاهي المحلية أنهم غير راضين عن أداء المنتخب بعد الخسارة أمام أستراليا وتضاؤل فرص التأهل للثمن النهائي. لعبنا كان بدل التشكيلة أو من لو كان لعب 4-3-3 أخير خرجت لعيدوني غالطة ذيك زاد النورمالمون ما يخرجوش وذي وكهو معناها إن شاء الله في تروح فرنسا باش نخسروا إن شاء الله إحنا، أما ما يسيرش نأملوا تحية تونس وإن شاء الله قدرة ربي كوب دو موند عند برازيل. خسارة توجع برشا، حبينا نحيو عقدة الدور الأول ونروحوا على غالب. خسارة مخيبها خايبة برشا، معناها الأوليد لعبوا في الأخر، كان لعبوا من الأول كيما من الأخر ما كناش نخرجوا هكا، كنا نخرجوا فرحانين وكنا نتعديوا لدور ثاني. بينما خسر المنتخب السعودي أمام نظيره البولندي بهدفين دون رد على استاد المدينة التعليمية ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم. جاء هدف بولندا عبر بيوتر زيلينسكي وروبرت ليفونسكي هزيمة الأخضر أوقفت رصيده عند 3 نقاط، بينما رفعت بولندا رصيدها إلى 4 نقاط في الصدارة مؤقتاً.
وعقب اللقاء أعرب عدد من الجمهور السعودي الذي تابع اللقاء عن رضاه وفخره بأداء المنتخب رغم الخسارة أمام بولندا. جاي أحضر المباراة بكل حماس والنسبة فازنا، لكن انصدمنا من النتيجة. تمرينهم كان جدا قوي، كانت في نسبة فوزنا 50%، لكن ما أدري إيش صار. مثل ما شفنا المباراة اليوم، مباراة للأمانة يعني أداء مشرف، أداء رائع، ولكن هذه كرة القدم يعني فوز وخسارة. بقينا مباراة مع المكسيك إن شاء الله بإذن الله أن بنعوض. كلنا ثقة في المنتخب، كلنا ثقة في المدرب، كلنا ثقة في الإداريين واللي ماسكين يعني التدريب. بإذن الله أن متفائلين خير مباراة المكسيك بإذن الله. هذه الكرة فوز وخسارة، هذه كأس العالم، هذه حالاته تفوز تخسر وتعوض قدام إن شاء الله. هذا وقد اختتم المنتخب المغربي استعداداته لمواجهة بلجيكا في ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة. يسعى فريق المدرب وليد الركراكي لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على آمال تأهله في بلوغ الدور المقبل. تعادل المنتخب المغربي سلبيا أمام كرواتيا في لقاء الجولة الأولى. في المعسكر الآخر يسعى منتخب بلجيكا لتأكيد صدارته أمام منافسه المغربي. يتصدر منتخب بلجيكا المجموعة بعد فوزه على كندا بهدف نظيف بالمباراة الأولى. كان المنتخبان قد التقيا من قبل في نسخة مونديال 1994 ضمن دور المجموعات أيضا، حيث فاز منتخب بلجيكا بصعوبة بهدف واحد دون رد. تأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي بفضل فوزه على المصري البورسعيدي بهدف دون رد. ضمن منافسات الدورة الثامنية، سيد عبد الله نيمار أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 58. ينتظر الزمالك في نصف النهائي الفائز بمباراة البنك الأهلي وبيراميدز. توج المصري مازن هشام بلقب بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش عقب تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه طارق مؤمن المصنف السابع عالميا. وحسم مازن اللقاء بنتيجة 3-2 بمباراة مثيرة استمرت ل 54 دقيقة بواقع نقاط 2-11 و8-11 و11-6 و11-5. Out. 10-5 match ball. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. كييف تروج لمبادرة الحبوب من أوكرانيا في قمة دولية للأمن الغذائي. استقالة الرئيس تايوان من رئاسة الحزب الحاكم، والصين تعتبر أن نتائج انتخابات الجزيرة تظهر رغبة الشعب في السلام. عمران خان يلغي مسيرة احتجاجية لأنصاره إلى إسلام أباد في أول ظهور علني له منذ إصابته في هجوم مسلح. نهاية النشرة، ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.net. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11.7.4.7 فيرتيكال. هنا القاهرة عاصمة الخبر. إلى اللقاء.